لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمل هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا، ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن، نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت، نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادرنا الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته هم ضحايا هنا في داخل المستشفى.